هل تربية البنت غير تربية الولد؟ يعني في زمان الأسر المصرية زمان كان يقول لك إيه تخلي في الولد ارميه في الشارع ومش هيحصل له حاجة ده راجل. دلوقتي لا اختلف. دلوقتي لا لما ابتدت الشباب تبقى دخلت في الإدمان وبتدمر عيلة كاملة شاب واحد يبقى واحد أمه وأبوه يتوفى بسبب الادمان فما نقدرش نقول ان انا خلف راجل ارميه في الشارع لا هيبقى هيتلموا عليه اصدقاء السوق والفلوس الكتير فجاه يبقى انا بربي مدمن في بيتي هو بيموت واحنا بنموت جنبه هو بيموت واحنا بنموت جنبه واحنا عملنا حلقه عن الادمان قبل كده في يحكى شفتوا قد ايه الموضوع صعب قد ايه مش هو المريض بس اللي بيبقى يا حبيبي ده مريض لا دي الام بتموت كل يوم جنب ابنها المدمن الاب نفس الحكايه بيبيع فلوسهم بيبيعوا كل اللي عندهم بسبب ابنهم عشان يعالجوه والولد بيطلع بيسرق امه بيسرق ابوه ممكن في الاخر ويعني و... مش عايزه ادخل قوي في الحاجات اللي دمها تقيل بس بنشوف جرائم قتل الولد موت امه عشان ما رضتش تديله فلوس يروح يجيب بيه مخدرات. طيب ده معناه ان الشاب نرجع بقى اللي هي الافكار القديمه ان انا اخلف ولد ارميه في الشارع لا. طب والبنت يا ايمان؟ ما البنت اه البنت طبعا ده البنت ده, 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 ده عرض بنتي فطبعاً محتاج رعاية وتربية وإن أنا أحاوط عليها وإن أنا أجري أشوف بتكلم مين على فكرة البنت تبوظ بنت والولد يبوظ ولد